شكرا السيد الرئيس المحترم، سيدي الوزيرين، السيدات والسادة النواب المحترمين. إلا كاين شي ملف ما كيستحملش المزايدات السياسية، إخوة والأخوات، هو هذا. أنا كنظن هذا الملف عنده 25 عام، 25 عام هو في الرفوف، واليوم للتذكير فقط الحكومة عندها عامين، ولكن الحكومة كانت عندها الشجاعة، الشجاعة والجرأة، وخرجت هذا الملف من الرفوف. وخص في هكذا ملفات المغاربة يعرفوا الحقيقة كيف هي. آخر دراسة دولية، آخر دراسة دولية للتقييم ديال المعارف ديال التلاميذ، حطت وبيرس في 2021، بيرس عطات بأن 59% من الأطفال المغاربة في القسم الخامس شهادة ابتدائية لا يجيد ما كيقدرش يركب جملة مفيدة، لا باللغة العربية ولا باللغات أجنبية. هذا هو الواقع الإخوان. إذا هذا إرث، وإرث ثقيل، وما باغيش ندخل في التفاصيل شكون المسؤول. الحكومة الحمد لله بدات، لأن الإصلاح اليوم ضرورة ماشي ترف، وحتى التخلف راه ماشي قدر، التخلف اختيار، واليوم خصنا نختاروا أننا نتقدموا. وهذا الشيء اللي دارت اليوم الحكومة. أنا راه ما كندافعش اليوم على الحكومة، ولكن كندافع على الطريقة والجرأة اللي الحكومة تعاملت به مع هذا الملف. واليوم بشرت الإصلاح، وإصلاح شمولي ماشي ترقيعي، لأن هذاك الترقيع اللي كان وعرفناه لسنين، وهو اللي وصلنا لهذه الوضعية اللي احنا فيها اليوم. الإصلاح فيه المدرس، فيه التلميذ، وفيه البنية ديال الاستقبال. البارح نهار الحد تم اتفاق مع النقابات ومع الحكومة وبرئاسة رئيس الحكومة. أول حاجة تم اتفاق عليها هو الوضعية المادية ديال المدرس، وكنا كنطالبوا بأن خص رد الاعتبار لهذاك الرجل اللي عنده دور أساسي في البناء ديال المستقبل. البارح الحكومة جبدت راه 9 مليار ديال الدرهم، ماشي سهلة. وأنا كنشوف السيد نائب تكلمتوا، خليني نتكلم. أنتم كدعوا على الإصلاح، أنتم 10 سنين وأنتم كتحكموا، هذا العلم دابا اللي عندكم فين كان في هذيك 10 سنين؟ اسمح لي، حطت 9 مليار وانا كنطالب الحكومه باش ما تعتبرش هذه الميزانيه ميزانيه ديال التسيير، تعتبرها ميزانيه ديال الاستثمار، لان الاستثمار في المستقبل. وشفنا تمت المعالجه ديال 12 ملف فئوي، هذاك الشيء اللي كنسمعوا بالزنازين. انا استقبلت واحد المجموعه وتفهمت وعندهم الحق، خاص الحكومه تنصفهم، لان 25 عام والناس مكرفصه. واليوم تم الإصلاح وخصنا نتمنوه ونشجعوه. وأنا كنهني الإخوة في المعارضة اللي عندهم خطاب إيجابي وموضوعي في الملف، وديال الوطنية ماشي شي حاجة أخرى. وكاين ملف ديال المتعاقدين اليوم، لأن اليوم خص الحكومة تأكد بأن الناس ماشي متعاقدين ولكن موظفين ديال الدولة، وما تبقاش المغالطات في الشارع.